شهدت اليوم القاعة المتعددة الرياضات مختار العريبي بالأبيار الافتتاح الرسمي للبطولة الوطنية لكرة اليد بعد توقف دام سنتين والتي عرفت حضور رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد سعيد بوعمرة في المباراة التي جمعت نادي الأبيار بشبيبة القبائل وهي المقابلة التي شهدت سيطرة شبه كلية لنادي الأبيار فيما عرفت في بعض فترات اللقاء تباين في المستوى وذلك راجع للنقص الفادح في المنافسة. الشوط الأول عرف عدة إقصاءات لمدة دقيقتين للاعبي شبيبة القبائل، نظراً لتدخلاتهم الخشنة على لاعبي الأبيار. نهاية الشوط الأول عرف التفوق نادي الأبيار بنتيجة 17 مقابل 10 أهداف. بداية الشوط الثاني جاءت مماثلة لسابقتها، حيث واصل نادي الأبيار بسط سيطرته على المباراة. وكان اللاعب الدولي داود هشام رجل المباراة من دون منازع حيث كان سدا منيعا في الدفاع ووقع عدة أهداف سمحت بتقدم نادي الأبيار وانتهت المقابلة بتفوق نادي الأبيار بفارق 12 هدفا كاملا بنتيجة 32 مقابل 20 هدف وشهدت المباراة فرحة عارمة للاعبي الأبيار وخيبة كبيرة بدت على وجوه لاعبي شبيبة القبائل وفي تصريح لرئيس الاتحاديه الجزائريه لكره اليد السيد بوعمره عبر عن فرحته العارمه بعوده البطوله الوطنيه لمسارها الطبيعي، كما اكد ان الاتحاديه تمنح الاولويه للبطوله الوطنيه، وذلك لا يلغي اهتمام الاتحاديه بالمنتخب الوطني، خاصه وان الجزائر مقبله على احتضان كاس امم افريقيا 2014. وفي تعقيب على موضوع الناخب الوطني والضغوط التي يفرضها العام والخاص على الناخب غربي، أكد السيد بوعمرة أن الاتحادية لا تنوي انتداب مدرب جديد وتضع ثقتها الكاملة في الناخب الوطني رابح غربي، كما دعا رجال الأعلام إلى الوقوف إلى جانب المنتخب الوطني والعمل مع الاتحادية لاسترجاع هيبة كرة اليد الجزائرية وشعبيتها التي غابت منذ سنوات. واش حبيت نقول انا تمنيت باش هذا هذا البطوله هذا السنه يعني تستمر وحنا يا يعني احترمنا يعني توجيهات الجمعيه العامه وان شاء الله راح تبدا شيئا فشيئا وسهلنا لكل امور للفرق باش ينجموا يشاركوا يعني في هذه البطوله ممكن راح كذلك ندعموهم باش باش تزيد تكون هذه البطوله يعني قويه ولكن اعتبر باللي هذا هدف ولكن فيه اهداف اخرى وخاصه تحضير البطوله الافريقيه اللي في الجزائر وما قريب ربع شهور حنا الان ما فيش مدرب وطني يعني احنا يعني خلينا الفريق هذاك في العاب الابيض المتوسط يعني خلينا الفريق وخلينا المدربين اللي كانوا يشتغلوا بهذا الفريق نقول الاعلام كذلك يلعب دور كبير يعني في تدعيم وتطور هذا الرياضه وفي تصريح لمدرب نادي الابيار مختار العريبي عبر عن سعادته الكبيره بانطلاق البطوله بعد غياب دام سنتين كما اكد ان اداء اللاعبين الدوليين حليل علاء وداود هشام ما هو الا واجب على اللاعبين كونهما دوليين وأضاف أن النوادي الجزائرية في خدمة كرة اليد الجزائرية والمنتخب الوطني فرحانين بانطلاقة البطولة أول حاجة وفرحان بالنتيجة بعد طول الانتظار والتوقف سنة بارك الله فيك سنتين آه، لاحظنا نقص المنافسه الفاضح تاع وحنا حاولنا نعالجوا هذا التدريبات وكل شيء باش اللاعبين ياخذوا دوت سونساسيون ما خص المنافسه وما المنافسه الرسميه فرحان من الفريق لان واش طلبنا من 16 لاعب اللي شاركنا كل اللاعبين وهذا شيء ممتاز 16 لاعب ونظن الفرحه الاولى تكمل في هذاك الشيء تقولي لي على داود داوود لاعب محترف لاعب دولي وهذا كل مطلوب منه ونظن احسن وجه وزيد ما خير هذا نطلب من اللاعبين تاعهم لان يعني يفرضوا شخصيتهم في الملعب من جانبه اكد اللاعب الدولي هشام داود انه سعيد جدا بالانطلاق الرسمي للبطوله وانه يعمل جاهدا للاستعداد لبطوله امم افريقيا وتشريف الرايه الوطنيه والحمد لله على هاد على هاد هد... ان شاء الله انطلاق البطوله يكون يعود بالفائده علينا وعلى كل... على كره اليد الجزائريه ان شاء الله ننسى كاع المشاكل اللي, اللي فاتوا نخمو غير على كره اليد باش ساسرا مي... في ليكيب ناسيونال في الهوندبال تاع التع... الجزائر دائما مع لاعبي نادي الابيار عبر اللاعب الشاب حليل علاء بفرحته العارمه بتحقيق ناديه لاول فوز في اول مباراه والله غير حنا جد فرحانين بهذا الفوز على بالك ديبار تاع على اه نبداو بار في فيكتوار اه مهم جدا احنا خدمنا بعد التربص على الفريق الوطني عاود الفريق الابيار خدمنا مليح ودرنا كاع الظروف باش نبداو البطوله فوز مهم جدا جانبهم لاعب شبيبة القبائل بدت الخيبة والحسرة على تضييعهم لأول مباراة معترفين بقوة نادي الأبيار كما جاء على لسان لاعب الشبيبة إدير عمر في ميكروفون الهوغار بون حنا اون ايكيب جون لا بلي بار دي جوار سي لا بروميير فوا لي يلعبوا في بروميير ديفيزيون وطحنا مع ايكيب كيما البيار تاع اكسبيريونس ليفيكتيف تاعهم مليح واش نقول لك مازال الشامبيونات طويل ونسيو نرطرابيو هذا الاخر هذا وبالرغم من المشاكل الكبيرة التي عرفتها كرة اليد الجزائرية وإلغاء تربص المنتخب الوطني والمشاكل التي تتخبط فيها الأندية الجزائرية إلا أن اللاعبين والمدربين كلهم أمل في استعادة شعبية هذه اللعبة وإعطائها المكان التي تستحقها